إلى جانب عملها الرقابي طوال العام، تكثف بلدية مدينة الشارقة أيام المواسم كموسم رمضان والأعياد، كما هو الحال مع عيد الفطر، لمتابعة الأسواق ومحال بيع الأغذية والمطابخ الشعبية بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة. كعادتها تحرص بلدية مدينة الشارقة على تكثيف حملاتها التفتيشية على المطاعم وقطاع الأغذية بشكل عام، خصوصا أثناء المواسم التي تشهد حركة نشطة كشهر رمضان المبارك وأيام العيد، حيث تقوم شعبة رقابة الأغذية بالتدقيق في عمل تلك المنشآت. في فترة إجازة العيد بيتم عمل حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية اللي بيكون عليها إقبال كبير من الجمهور في تلك الفترة هذه، من مثل المطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية، المحامص والمخابز، وطبعا المنشآت الغذائية الموجودة في المراكز التجارية والمنشآت الغذائية أيضا الموجودة في الوجهات السياحية طبعا، وهذا للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية المعمول بها في الدولة. الجولة التفتيشية تشمل فحص الأطعمة ومتابعة التزام المطاعم بالاشتراطات الصحية العامة التي تضمن سلامة العاملين والجمهور في آن واحد. في أثناء زيارة التفتيشية تم الكشف على المستندات الرسمية الخاصة بالمنشأة، مثل الرخصة التجارية، البطاقة الصحية للعمال، عقد المكافحة، ويتم أيضا متابعة الالتزامات الاشتراطات الصحية المطلوبة مثل النظافة العامة وطرق التحضير والتخزين. ولضمان مزيد من الجودة في خدمات القطاع الغذائي، تحرص البلدية على منح الاعتماد للمنشآت المطبقة لنظام الممارسات الصحية الجيدة في برنامج الشارقة لسلامة الأغذية في حال توافر كافة شروط السلامة فيها. الحملات التفتيشية المكثفة لبلدية الشارقة على قطاع الأغذية وغيره تؤكد حرصها على الصحة العامة للجمهور. لأخبار الدار، حمد الكندي، الشارقة.